بنتكلم قبل الهوا سألتك انت عارف ان احنا ان انت بقيت ترند على السوشيال ميديا، انت اشهر واحد على السوشيال ميديا. انت فعلا سألتني السؤال ده. انت بقيت رمز للناس المظلومة او المقهورة او الناس اللي بتبقى زعلانة على فرقتها، يجيبوا على طول الفيديو الشهير بتاع حضرتك وانت طالع من ماتش المقاولين والداخلية متعصب جدا. فاكر الموقف ده؟ فاكره طبعا، ده من سنتين. كانت مباراة غريبة، وعارف انت عامل كل حاجة وتجد ان بتخسر بفعل فاعل، يعني بحكم مباراة، يمكن الحكم يمكن محكمش غير المباراة دي بس، يعني على ما اتذكر مباراة اخرى يعني. فالمذيع للأسف يعني، وانا بعتذر له كمان من هنا، المراسل اتبهدل يعني تاني. لا هو ما اتبهدلش، انا ما غلطتش فيه. لا ما غلطتش، بس اقصد ايه، هو اتخض، رد الفعل اتخض. لا اتخض، رد الفعل هو جالي بعد المباراة مباشرة، وانت خسران 2-1 في بعد انتهاء الوقت الضايع، وفي الثانية الأودية 7 أو 8 بعد دقيقتين من انتهاء الوقت الضايع، فجالي بقى. فطبعا كنت قال لك ساير، لك يعني عارف غلطته ان قالك هارد لك. اكتر حاجه تزعلني يعني، على فكره انا هادي حتى في المباريات. اتنين بيستسروني داخل المباراه او بيضايقوني جدا واكون متضايق او متعصب، لما اجي ظلم عليا او على فرقتي تحكيمي متعمد، تمام، او ان انا الاقي اللعيبه بتاعتي ما بتاديش اللي مطلوب منها، او في خارج مستواهم المعهود، صحيح. او لعيب بيحاول ان هو يعمل حاجه زياده عن اللي قلتها عليه، او بيقصر في دوره. دول الحاجتين اللي بيزعلوني جدا اثناء المباراه.